إلى ذلك أكدت الأمانة العامة لمجلس الشورى تنفيذها لعدد من البرامج والإجراءات المساندة والداعمة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس وبما يعزز دورهم التشريعي حيث من المقرر أن تنطلق مساء يوم غد الأحد أولى جلسات المجلس وذلك بعد أن يتفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء الخطاب السامي في افتتاح أعمال دور الإنعقاد الثالث